رجعنا مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شو تايم. ونحب نقول لكم الخميس الجاي نعرفوا الربح متاع الكهرباء اللي قاعدين نلعبوا عليها لينا مده. الجمعه الجايه ان شاء الله بقدر ربي. دونك مازال لكم اون سومين تقعدوا تبعثوا في دي ميساج اللي هما كيفاش تربح الكهرباء ذي الطياره الدمدومه قمقومه. اس ام اس في حرف اعر 85 899 تنجم تجي تهز كهربتك من هوني عربوش. إذا أصحاب السعادة والبخامة والمعالي إخواني أخواتي نستقبل معهم بكل حب صوتا جميلا بعلامة حسن جدا برز بروزا ملفتا للأنظار في الآونة الأخيرة من خلال مشاركة فوق الممتازة في برنامج The Voice. إلينا وليكم أمل ماهر تونس وأديل العرب المطربة الذهبية صاحبة الصوت الطربي الكبير صوت الكناريا نهى. والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى واخطبني محلى جدك محلى جدك والله عاجبني محلى جدك محلى جدك تعالى واخطبني.
العينين والعينين في السمرة أصل السين في العينين والعينين في السمرة السين في العينين والعينين في السمرة لابس الأحمر واي 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 لابس الأحمر واي 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 والعينين دايمين هبلتنا وسحرتنا وقتلتنا يا سمرة هبلتنا وسحرتنا وقتلتنا يا سمرة أصل السين في العينين والعينين في السمرة أصل السين في العينين عايشك نهاء رحيم نجمة The Voice طاقة صوتية كبيرة ياسر حضور متميز وكما قلت انت في غنياتك محلى قدك ومحلى كيفاش محلى قدك والله عجبني محلى قدك والله عجبني تبارك الله عليك حضور تحية الفرقة الموسيقية عويلة يعيشك لطفي على الاستضافة الحلوة فرحانة برشا لينا في عبد اللي شو تاي وان شاء الله نعديو حلقة سهرية حلوة لا نحس باش تعدى معك سهرية حلوة انت تجا بديت تضحك وحدك صفا ها باهي الجمهور اكتشفك مش كان الجمهور التونسي الجمهور العربي اكتشفك في ذا فويس الصحافة العربية حكيت عليك بالكدا من أول ظهور أطربت الناس وأبهرتهم بصوتك وهذا مش غريب على خاطرك متربية في عائلة فنية أي. انت بنت الفنان القدير محسن الرئيس تحيه لي وتحيه لبابا زيد بابا الهادي دونك انا ملي صحيت بربي سي ان بو كومبليكي انا خذ قبيله نقرا في الفيشه وفما اسئله كنت نسالهم لك وحدك وحدك هكا جاوبت وحدي عندك زوز بوات بوزوز اباء عندك بوبو بوبو فهمي انا بربي هذيا سامحني راه مانيش ربي فضلهم لي خاطر قلت لك بوك محسن الرئيس أيوة قلت لي ربي يخلي لي بابا الاخر نورت عينيا كيفاش بوك بابا محسن اللي هو الفنان القديم محسن الرئيس وبابا الهادي هما اصحاب معناها شكون بوك؟ زوز بويتي لطفي بابا هادي اب البيولوجي بابا هادي اب البيولوجي بوك هادي فسرها لي بربي فسرها لي بابا محسن الرئيس بابا ملي انا صغيره وبابا هادي هو اللي جابني معناها بابا البيولوجي انا بابا محسن فنان محسن الرئيس صديق بابا ملي انا قبل ما نتولد عشره اكثر من 30 سنه واكثر من معناها عشره كبيره احنا اربعه صغار معناها احنا اربعه اخوات الكل كي انا تولدت في ظروف مش ولا بد فهمت دونك بابا باش بابا محسن حب يعاوننا معناها او ميم طون دونك انا قعدت عايشه مع كيما اخواتي الكل عايشين مع مش عطاني ومشي وما عادش نعرف لا نعرف نعرف حابين ممكن اكد معاك خير زي. مش لا لا ندخلوا في الديتاي باش ما تتاولش خاطر في ظروف حتى حبي يفضلهم لك كله صح عليك عندك زوز بنات يعني حبي يكرم معناها يكرمهم لي دو بابا دونك هذوكم النور نتاع عيني حضروا معاك الزوز هذيك قبل ما نطلع نغني قرحتين كانت سكسي كبير ياسر اي حلقه
أكثر من رائعة وخوف ما نجمش ننسي برشا خوف برشا خوف مش بالسهل انك بتطلع على مسرح ذا فويس وقدامك مدربين ما يعرفوش صوتك لا جنسيتك لا شكلك لا حتى شيء تغني نجحت ما غني معناها ديما 50 50 ربح 50 خساره انا خليتها على الله وطلعت باهي خلينا نشوفوا يعني. كلكو زيكستري من المشاركه بتاعك باش نتذكروا بعد هذا صار بعد الحضور هذا المتميز صار ما بعد ذا فويس ولا في خلال تجربتي في ذا فويس ليه بعد ذا فويس بعد ذا فويس قعدت بريود كي معناها قعدت في تونس قمت هكا بشويه حفلات هنا في تونس وبعد عملت انتاجي اول انتاج ليا من بعد ذا فويس اللي هو كتر خاطر ديما ننتظروا ذهاب ناس ذا فويس ينتشروا عربيا ويتعرفوا لي ودي ستار هذا قاعد قليل يصير اللي يعمل ذا فويس يزير كشوني في تونس في تونس اللي عندنا يعني انا جوست باش يعمل ذا فويس باش تعرف في تونس لا لا انا الحقيقه عندي حتى توا بروشينمون في مصر وفي لبنان عندي تعامل دونك عندي برشا حاجات لبرا مش في تونس معناها تطلبت لبرا اي تطلبت لبرا بالقدي بالقدي اي عندي تعامل مع موسيقار كبير 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 في مصر علاش ماكش موجوده برشا في السوق التونسي زاد على خاطر توا انا بديت نعمل في الانتاجات لطفي انا خاطر نقرا وسنة اخر عام ان شاء الله نكمل قرايتي دونك وقتي الكل حطيته ما بين قرايه ما بين انتاج باش تخرج باش تقرا انت باش تخرج في الديوانه وباش تقعد تخدم في الديوانه باش تخدم ديوانه ينجم فن وديوانه يمشوا مع بعضهم لا ما ينجموش الاثنين مع بعضهم اكيد ما ينجموش الاثنين مع بعضهم اما اللي نشوف فيهم انا مستقبلي ذاك هو اللي نمشي فيه الحقيقه اما ما نجمش نبعد على الفن معناها كانك كيلكو بار سامحني تو نحكيو فنانين في بعضنا نعرفها الحكايه هذه كانك ماكش واثقة ولا ما عندكش الأمان برشا في المستقبل الفني وخايفة منه تحضر روحك في سيكوريتي معينة صحيح بالصوت هذا باللي وصلت الفويس مش انه انا قرايتي ذيك حاجه لازمني انا حاجه تحت يدي معناها الدبلوم خدمتي ذيك حاجه والفن انا بالنسبه لي سي اوبسيونيل معناها الفن صحيح نخدم ونعمل حفلات ونعمل في انتاج وكل لكن قرايتي اهم الدنيا كل بالنسبه لي انا بل. انت زاد نوع ما صارت لك ديسيبسيون من الميدان الفني وخممت تعتزل نبعد خممت نبعد علاش شنو هي ديسيبسيون اللي صارت مش ديسيبسيون اما انا صحيح عايشه في الوسط الفني ملي انا صغيره ملي عمري 3 سنين واربع سنين عايشه ما بين الفنانين ما بين لي ميوزيسيان ما بين معناها عايشه ما بين اسامي كبار كي دخلت في الدومين معناها كي وليت فنانه معناها كي وليت نمتهن في المهنه هذيك شفت برشا حاجات انا ما معناها ما نجمش نتعايش معاهم شنو اللي مقلقك مثلا يحبوا يطلبوا نهير حايم يطلبوا كاشي عالي برشا باش ما يجيبوش نهير حايم ما لانه هي يقول ماشي في تونس ولا من الوسط فنانين لا مش فنانين لا مش فنانين فما ناس وكا هاو لطفي اون باس متعهدين حفلات ما ينجم يكون كان متعهد حفلات نورمالمون متعهد حفلات انت ستار اليوم وتخدم انا عندي انا عندي مع نخدم مع كل متعهدين حفلات عندي لاجون لكن نخدم مع كل متعهدين حفلات ما عنديش معناها شنو البيت نتاع متعهد حفلات اليوم ولا عبد يعملها ما عرفش اما نحكي لك انا حاجه صارت هذا يخليك ديسيون سي سور فما حاجه الحاجه اللي انا عمري 22 سنه ما شاء الله صغرونا دونك انا مثلا لقيت صعوبه برشا في تونس في الانتاج دونك الحاجه اللي خلتني انا عرفت واحد يتعب على الانتاج وكذا من بعد ما نلقاش كيفاش ما نلقاش مساعده انا نحس كانك مزروبه شويه لانك اليوم انا تفاجات بعمرك 22 سنه عندك 21 سنة مش 21 سنة عندك الطاقات هذيا الكل ظهرت في حضور كبير ياسر اليوم معناها نتصور عندك مستقبل كبير برشا أكيد إن شاء الله ليه إن شاء الله ويزمك تصبر وتتعب له هذيا مشاكل نتاع المهنة نحكي لك أنا مش هذيك صارت في عندك انتظارات كبيرة دوب ما خرجت من الفويس أنا عملت إنتاج وعندي إنتاج لبناني قصتنا خلصت من توزيع صابر الزويغي تحية ليه
دونك عندي قاعده نحضر في انتاجات، عندي انتاج مصري، انتاج تونسي، انتاج مغربي، عندي قاعده نقدم في حاجات. متفائله بالخدمه هذه ولا نحسك؟ طبيعه، ليه الفن هذاك ما نجمش نستغنى عليه في حياتي. انا قلت لك الدراسه حاجه والفن معناها هذيك ما نجمش نستغنى عليه، لكن ما نعرفش على الحياه كيفاش من بعد. فما برشا فنانين توا بداوا في ذا فويس والكل من بعد سايبوا الفن ولاو يخدموا كيما حمزه الفضلي وكيما ما سايبوش فن، لكن ولا يعمل في مهنه اخرى خلاف الموسيقى. دونك انت تعرفت بالستيل الشرقي بتاعك الطربي الشرقي؟ انا نحب نتحداك في ستيل اخر. اي نحب نسمعك في الشعبي في التونسي. مزود تحدي صحيح ولا؟ انا مزود. مزود ربوخ ربوخ من الاخر ربوخ. تسم روحك ربوخ ولا مزود؟ مم تربوخ ولا مزود؟ هو بيدو بالنسبه لي انا ريبخه، هو مزود معناها يعمل مزود يربخوها. ما شاء الله عليك انت مزاودي، انت مزاودي. اي نسمع مزود. مش تسمع، تأدي وتسمع وتغني تبارك الله عليك. هذاك اللي قلت لي مزود مش مزود كنقولوا توسي شنو؟ لا تبارك الله عليك. يطلبوا منك تغني مزود العباد بعد ساعات؟ لا لا بعد ساعات لا لا بعد الحلقه هذه مشاو يطلبوا منك تغني مزود. هاكا مش دورة بالذات نجم تخدم طربي وتعمل زاد فرقه ودنقري وتعمل فرقه مزود. عندك زوج فرق تخدم. أوكا حاجة استثناء ديما نهي نحب الاستثناء أنا في الحياة. حتى الديوانة المزود يخليوك راهو. لا لا الديوانة ما يخليونيش هكاكا، يا فن يا ديوانة من لعب بينات الله.
تحية للديوانية التونسية. تحية للديوانية، عندي برشا أصحابي وبرشا حبايبي من العائلة. أنا نعرف اللي عندك علاقة خاصة بالمرحومة السيدة نعمة. الله يرحمها يا نعمة، صحيح. وكانت تشجعك برشا برشا، وكانت تطلبك وقت أنت في ذا فويس وتعطيك نصائح. صحيح صحيح. قبل ما نمشي ذا فويس كلمتها، وبعد ما روحت من ذا فويس كيف كيف السيدة نعمة، بحكم إنه علاقتنا علاقة بابا والسيدة نعمة علاقة صديقة كبيرة برشا، تاريخ كبير ما بيناتهم في فرنسا، معناها تربطهم ذكريات حلوة برشا. وديما كي تحب تجي لتونس تحب تجي تقعد بحذا بابا محسن، خاطر يعمل لها اللمة الفنية، يجمع لها الفنانين الكل، يحط لها، خاطر بابا محتفظ بأرشيف التونسي الفني الكل عنده، دونك بدا يحط لها في دي سي دي وحاجات هي بدها ما تنسيتهم، ونسيت الحفلات، تقول لي محسن بداوا يذكروا في حاجات مع بعضهم يضحكوا، دونك علاقتنا معناها علاقة كبيرة، الله يرحمها وينعمها، ديما كانت تشجعني. شكون الفنانين الاخرين معروفين عندك علاقه بهم وشجعوك؟ برشا، السيده سوليف، السيده صفوه، صفيه صدق، امينه فاخت، نجيد عطيه، نوال غشيم، لكل الساحه بتاع المغنيات حتى توا من الفنانين معناها اللي معناها توا اللي في الساحه، برشا اصحابي ويعاونوني ويقولوا لي احنا معاك، ومعناها فهمت كيما زازا كيما فايزه المهرسي، الحقيقه معناها كل واحد يخو به. انت حكيت على صوفيا صادق، انا عندي فيديو باش نوريه لك من الارشيف، وانت بعد باش تحكي لي شنو هي الحكايه بتاعها. باهي باهي. ما تقوليش الطفلة الصغيرة ذيك أنت مع صوفيا صادق؟ أنا ثلاث مرات طلعت معها على المسرح كرتاج، حسبوني بنت كرتاج جملة واحدة؟ إي هذيك مع عبسي عبد الحميد. كيفاش طلعت كرتاج؟ قداش عمرك وقتها؟ 12 سنة؟ تحبني تحبني برشا. 12 سنة؟ صغيرة صغيرة 12 سنة 11 سنة 11 سنة تلقى روحك قدام بيبليك في كرتاج، زاد صوفيا تبارك الله تعبي كرتاج. طبعا طبعا. ومسرح كرتاج يفجع، بنية صغيرة واقفة في كرتاج. والله ثلاثة مرات، عندي برشا فيديوهات أخرين تو مرة جاية. شوف تحية خاصة لصوفيا صادق. تحية ليها طبعا صوفيا، وما زلنا نستناو فيك في صديقة العائلة ان شاء الله. قلنا قلنا راهو لطفي مستدعيك خاص يا صوفيا، راك تصورنا كان نجيب حذانا لهنا. اكيد اكيد قاعدة تحضر في برشا حاجات انا متأكدة منهم. مادام حكيت على المرحومة نعمة، اي شنو الغناية نتاع نعمة اللي ديما تحب تغنيها؟ ليل اه يا ليل. سمعني منها شوية. قلت لي الغنية هذية تمنيت كان غنيتها وانت في العصر في العصر نتاعها، معناها معناها كي جيت في العصر نتاعها تمنيت تغنيها. تمنيت نغنيها. خلات لك غنياتها وقالت لك غني؟ اي نعمة؟ اي شنو هو الغنيات اللي خلتهم لك؟ عندها عندها غنية اسمها لا اللي خلتهم لك ليك انت؟ يما الاسمر قتلني، عندها برشا غني اخرين، توا قاعدة نسجل في يما الاسمر قتلني، وقاعدة نعاود في ربخيز اللي مشى في بالك جد عليك، و معناها علاقتنا كانت علاقة كما علاقتنا بسيدة سوليف وسيدة صفوة، معناها عائلية، ولات من العائلة
ما عادش من الفنانين. باهي نرجع معك لذا فويس، خاطر منك من بلاصه بلاصه. هل صحيح في ذا فويس انه رغب علامه خرجك خاطر حبك تضعف؟ باهي، الفنان رغب علامه بعد ما تعديت مرحله الصوت بس كان كان محبث انه انا نقص من الميزان. باهي. شنو مدخله؟ شنو مشكلته؟ مش مدخله، هو كان حب بوسكو الكوتش نتاعي دونك حب. هو الكوتش نتاعك. الكوتش نتاعي دونك. تو نفهمها اكثر. وانا عندي مشاكل صحيه معناها، كل كنت خارجه من وعكه صحيه كبيره، دونك ما نجمش نضعف في بريود قصيره. بيان سور. دونك صار معناها كان حب نضعف وانا ما لبيتش الطلب، معناها ما نجمش نضعف. مش دونك هذاك علاش؟ لا مش هذا، مش سبب خروجي من ذا فويس. مش سبب خروجي. شنو هو سبب خروجك من ذا فويس؟ تبارك الله، ما نتصورش فما صوت في الدوره هذيا اقوى منك وخير منك. مش سبب خروجي، لكن هذيك هي فرصه. كان عائق. مش كان في شويه من الحاجات اللي ما حب، معناها كيما الاستياء، فانا رغب علامه كيفاش انا انا حبني نضعف. انت محليك هكا ستيلك موتيك وشخصيتك وصوتك ودنتك. يعيشك. انا ممكن توا الناس اللي تتفرج باش تقول فما يعيشك يعيشكم. فما الفنانه العراقيه دموع 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 اللي ربحت دموع. اللي ربحت اللي ربحت نعرف مغني، نعرف ممثل اسمه شربه، مش مشكله. اللي ربحت في ذا فويس كانت معناها بصحتها والكل، دونك شو نقولوا شبيها الفنانه هذيك ربحت في ذا فويس وانت توا جاي تحكي تقول رغبه علامه خرجني والكل، فما 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 الحاجات الناس ما تعلم. مش عبدي كذبك على حاجه عشتها. الناس ما تعلم تعلم بلا، الناس ما مش كذبك الناس ما تعلمهاش، خاطر الشهره والبرامج كلها تبدا كلها مسطره من جزء. على حاجات ما عملتهم ولا ما عملتهمش؟ في البرنامج ولا في حياتي؟ في ذا فويس. لا لا من... لا بالعكس، فرصة حلوة برشا، لطفي نستنى فيها عندي برشا، والله، فرصة وجاتني في وقت المناسب، جاتني في الوقت اللي حبيت عليه برشا، دونك بالعكس بالعكس فرحانة برشا في مشاركتي. بنيت عليها كل كما كنت تصور فرصة هذه؟ إيه بنيت عليها. ولا ضيعتها؟ لا لا. كما برشا، تعرف برشا ضيعوا. إيه. سيسير أو عندك أسامي. برشا خاطر شو إجا نقول لك. علاش علاش ضيعوا وأنت ما ضيعتش؟ هي المواصلة ما بعد ما بعد ذا فويس، أنت هو ذا فويس يعطيك الفلاش الكبيره، هاكا الناس عرفتك والناس بدات تعرفك والناس بدات تتبع فيك، انت كمل تو، احنا عطيناك الفرصه الاولى، انت كمل، فما ناس اللي صابوا من الاستياء، فما ناس اللي خذتهم الدنيا، فما ناس اللي عرسوا، فما ناس اللي فما ظروف في الحياه. البرامج الاولانيين ذوما كسروا الدنيا وقت جاو، كنت تذكرش ممكن انت صغيره زاده، وكان اللي يروح من ذا فويس عباد تستنيه بالالاف في المطار والدنيا. اي اي صحيح صحيح، للحقيقه انا كي ربح مهدي عايش تحيه لخويا الغالي. محليك اي محليك. كي ربح مهدوش مشينا المطار والناس جاتوا وانا استقبلته بالورود ونجاحه بالنسبه لي انا نجاحي، خاطر احنا حاملين علم تونس. نفس العلم. احنا نفس العلم حاملين. محليا تصبح. تحيه لعائلته. شنو هو الغنيه الجديده اللي حضرت ولا تحضر فيها ولا باش تسمى حان؟ اغنيتي الجديده اللي سجل اللي مازالت كي هابطت على اليوتيوب اسمها كتر الف خيرك، اغنيه مصريه من الحان شريف اسماعيل وكلمات محمد الغنيمي توزيع اسامه عبد الهادي. اغنيه مصريه، جاني اقتراح من مصر، علاش ما مش قولك في الاغنيه هذه؟ قلت لهم انا معاكم، معناها بالعكس حبيتها الاغنيه كيما اول ما سمعت اغنيتنا اللبنانيه. وخرجت في مصر الاغنيه توا؟ هبطت على اليوتيوب ولا؟ هبطت على اليوتيوب وعلى ليزابليكاسيون الكل، سبوتيفاي، كل ديزر، كل شيء. دونك موجوده. دونك نسمعوا مع بعضنا كتر الف خيرك. الحكاية بتبتدي بحنين وفرح.
سبت ليش غير ذكرى جارحة، وازاي اقول مش فارقة عندي او مستمع هنسك في يوم مش عارفة ازاي اقدر انسى. انا تايهة مش حاسة في حياتي باي فرحة، اللي يشوفوني بيسألوا ايه اللي فيه، مش هي دي بتاعت زمان باين عليها، وابعد عشان لما يقولوا حبيبها سابها تتقالوا ما اسمعهاش فاهم بحس بيها. كتر قلب غير كده مرتاح ضميرا، تكسر قلب عمره ما حب في الدنيا دي غيرا، وقتها السهولة مش هي دي الرجولة، اللعب بمشاعر يعطيك صحة. غنية حلوة برشا، اكتشاف زادة. أي زادة نعرفه اللي محضرة حاجة مع أرمستا ومازلت ما هبتتش. أرمستا أي أغنية اسمها جوني ماغ. جوني ماغ. جوني ماغ. دونك مازلت توا هذيك إن شاء الله عندها وقتها. شكون ستيل آخر زادة هذا؟ ستيل بعيد. مش ترابي كنت تمزود توا؟ لا لا مش راب. لا 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 يعني قلت لك ستيل بعيد باش تسمعوا أرمستا عمركم ما سمعتوه. هو بدل ستيل مش أنت موالات باش يعمل أرمستا؟ مش موالات، التوزيع والغنية ككلها بتسمعوه في ستيل جديد، كيما عامل أيمن لسيق أغنية تقتل، وعامل أغاني برشا أغاني الفنانين الوتريين، معناها بالعكس، أرمستا باش تكتشفوه اكتشاف، خليك متشوق هكاك لطفي. لا لا شوقني، باهي تبارك الله يعني الواحد ما يقلقش من الغناء معاك ومن الحكاية حكاية طرب، لكن عندنا حكاية طريفة من الطرائف، عندك طرائف؟ ايه مره كليت من عند بوك تريحه قولي لي ليه زاد اي يا ربي فيا شعملت ضرب ما نشجعش عليه لكن عندي 3 سنين 4 سنين تيلي كبيره راني كبيره نسخايل تو نسخايل هذيا 9 سنين كف خاطر كذبت عليه بالحق اي قلت له لي بابا كان قبل ضد الفن معناها ضدي ندخل الوسط الفني معناها يخليك تغني وما تدخلش الوسط الفني لا غني نسمعك تغني وكذا لكن نشوفك في التلفزه ونشوفك ونشوفك معناها في اللي راديو ونسمعك الكل لا ما نحبش خاطر كان هو في مخه اللي الفن ما يعرفش معناها اللي مثلا كي تحترم نفسك الناس تحترمك مره قلت له لي انا مثلا بحثة جارتي معناها يلقاني حتى ذا هو ذكاء مني راه يلقاني اون ديريكت في برنامج في حانة حتى انت يا بالديريكت هو انا قلت له في دار جارتي يا اخي ما فهمش يا ديريكت منا يا جا نهين هنا بحذايا ما فهمش روحت نلقى شلبوق من وقتها زدت عاودتها بعد شلبوق هذاك زدت صيبت ذا فويس والدنيا واعد والله ذا فويس كان حتى ذا فويس ما كانش حاب عليه لكن اقتنع كليتي شلبوق بعد ذا فويس بابا حنين والله فضلك ربي يفضلوا لك نعطيك كلمه الختام كلمة الختام به نحب نقول لك ميرسي بوكو على الاستضافة الحلوة تحية كبيرة للفرقة عويدة
ان شاء الله عنا برشا جديد المره الجايه معاك. سبيسيال ريميرسيمون للمدام لميا سماتي اوت كوتور على روبا المزيانه اللي عم سبيسيالمون ليك انت. عايشك ربي يفضلك. موجوده اخر بايرم التونسي، ميرسي مدام لميا. اوسي مروه بيوتي سنتر على المكياج الحلو موجود كيف كيف اخر بايرم التونسي. كاو ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. حلقتنا نتاع اليوم موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله، لكن نحب نذكركم اللي الخميس الجاي كما قلت لكم تخرج الكهرباء، القرعه نتاع الكهرباء بتصير الخميس الجاي، دونك ما زلت انت تنجم تلعب من هنا حتى الخميس الجاي. دونك اللي قاعد تتفرج فينا ابعت حرف على 85899 وجاوب على الاسئله اللي تلقاهم، زيد توفر حظوظك. وتوا نخليكم مع العواده ونقول لكم موعدنا الخميس الجاي. لها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة، ما بحبش غير هي وعايزها تعيش ليا، الحب بالنية عايزك وانتي حرة واخداني على الهادي وجمالها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة، ما بحبش غير هي وعايزها تعيش ليا، الحب بالنية. ارفع ايدك فوق انا ارجع. ايوه 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 ده دكتور. شقلب لنا حالي يرخص ليك الغالي ياللي سحرتيني، عود البطل ملفوف ولا لسه يا ما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللي سحر بنت الجيران شكلها نعناي، وانا في المكان في خل حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهرني ليالي وهموت عليك رب العليم بيا، سيب شباكك مفتوح ليه ارفع ايدك فوق بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مليت العين، خليكي لو هتمشي ناديكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قاطعين، وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش هتبقي لغيري ارفع ايدك محطوط على كريمة كعبك محني والعود علي القيمة، وتجيني تلاقيلي لسه بخيري مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش بهوايا انت قاعده معايا عينيكي ليا مرايا يا جمال مراية العين. عبدالي شو تايم؟